صباح الفل. يعني الواحد والله بقاله كتير جدا فتحش الكاميرا، شويه مرقعه كده. عايز اكلمكم كده على كام حاجه. شكل كده في عجله مريحه شويه، استر يا رب. دي اوحش حاجه بقى، انك تبقى نازل متجه على مكان ويا دوب انت ها وتلاقي في حاجه دي مريحه، يعني واخده راحتها خالص. اه يما تروح بقى الشغل يقول لك اتاخرت ليه. اهو اتاخرت عشان العجله نايمه شويه. يعني والله الواحد بيبقى نازل ناوي ان هو يجي الشغل بدري، والله كتر خير الواحد. يعني نزلت لقيت العجله نايمه، المفروض اطلع انام انا كمان، بس انا باجي على نفسي وهنفخ العجله وهاجي الشغل. يعني كتر خيري، انتوا عارفين انا ما بتاخرش عليكم غير للشديد الاول. فخت العجله وللاسف بطاريه الكاميرا نامت. هنكمل هنا بقى، هو هنا احسن الصراحه، احسن من العربيه. يعني مبدئيا الكلام اللي انا هتكلم فيه ده هيكون بحكم شغلي وتجربتي الشخصيه، واغلبكم ما يعرفش انا شغال ايه. انا شغال في الاتش ار او الموارد البشريه، وفي فرق كبير ما بين الاتش ار الموارد البشريه والتنميه البشريه، عشان بس في ناس بيختلف عليها الموضوع ده. بكل بساطه التنميه البشريه دي بتخاطب كل فئات المجتمع، يعني هي هدفها ان هي تخليك شخص احسن وافضل في حياتك الشخصيه وفي المجتمع كله. انما الموارد البشريه ده مصطلح اداري، ده بيخص اكتر الشركات والمؤسسات. الشركات بتستقطب او بتجيب موارد بشريه علشان تحقق اهدافها الاداريه. من الاخر كده الموارد البشريه دي هي الموظفين اللي في الشركه بس، وانا دوري اجيب الموارد البشريه دي واختار منهم الانسب واعينهم او اوظفهم في المكان او في الشركه اللي انا فيها. ده موضوع بكل بساطه. السؤال بقى اللي دخلنا في الموضوع على طول هو ليه الناس الفريش جرادز او حديث التخرج ما بيقدروش ان هم اول ما بيتخرجوا يلاقوا شغل على طول؟ ليه الشركات دايما بتختار او بتحتاج الناس اللي عندها خبره اكتر، ما بيدوش فرصه للناس اللي هم لسه متخرجين؟ طيب انا حابب بس اتكلم من وجهه نظر الشركه شويه. عايزك تتخيل معايا كده ان انت راجل صاحب شركة او عندك بيزنس معين، انت ليك اهداف معينة، حابب ان شركتك او بيزنس بتاعك ده يكبر، وده مش هيحصل غير بناس عندها خبرة، ده مش هيحصل غير بناس هتقدر ان هي تيجي تشيل وتوصلك للي انت عايزه. لكن ده مش معناه ان الشركات دي ما بتحتاجش ناس فريش جرادز او ناس حديث التخرج، بنحتاج طبعا، لكن بشروط معينه. خلينا نتفق ان اللي بتدرسه في الجامعه ملوش اي علاقه خالص باللي هتشتغله، ودرجتك العلميه دي مش هتفيدك قوي في الشغل. يعني ممكن ناس كتير كمان تزعل من الكلام ده، لكن هي دي الحقيقه للاسف. انت شخص مجتهد في الدراسه جبت امتياز، ده مش هيميزك انك تشتغل بسرعه، او ده مش هيميزك في الشركه اللي انت هتشتغل فيها. دايما احنا كشركات بندور وبنسال انت بتعرف تعمل ايه، انت اشتغلت فين قبل كده، طيب ايه اللي هيخليني ان اشتغل بسرعه بعد ما اتخرج على طول، ايه الحاجات اللي انا ممكن اخدها او اعملها علشان اروح اقدم في اي شركه وتبقى فرصتي كويسه ان اشتغل بسرعه. اولا انت لازم تحدد المجال اللي انت حابب تشتغل فيه. الكلام ده انت لازم يحصل بالكتير قوي وانت في سنه تانية جامعه. معظم الناس في الكليات او اثناء الدراسه بتاعتهم ما بيبقوش عارفين بالظبط او محددين بالظبط هم عايزين ايه. ده الموضوع ده بيبقى محبط كتير جدا ليهم، لكن عشان تقدر انك انت مجرد ما تتخرج وتشتغل في الحاجه هتبقى عارف الباشن بتاعتك فين او الحاجه اللي انت عايز تشتغل فيها او الفيلد بتاعك، مهم جدا انك انت تستكشف نفسك. وهنا انا بكلم اكتر الناس اللي في كليه تجاره، تربيه، اداب، علوم، انما اللي في هندسه وطب وصيدله ده خلاص عارف طريقه فين، مع ان اعرف ناس كانوا في هندسه وصيدله ودلوقتي اتجهوا لمجالات تانية خالص. طيب انت ازاي تقدر تختار وتحدد المجال اللي هتشتغل فيه؟ احنا عاده بنعرف مجالات الشغل من الناس اللي حوالينا والمعارف، يعني مثلا والدك مدير حسابات في شركه كذا، ابن عمك ماركتير في ايجنسي كذا، اخوك سيلز في معرفش فين، فتبدا تسال الناس دي وتعرف كل مجال بيعمل ايه وايه اهميته في الشركة. وده اللي حصل معايا شخصيا، كنت بدور على مجال اشتغل فيه غير مجال دراستي. انا خريج اداب وتربية وده كان مجال التدريس، ونزلت فترة كده وانا بدرس تدريب في مدارس تبع الجامعة وما حسيتش نفسي في الحتة دي، علشان كده بدأت ادور على مجال تاني لحد ما استقريت على المجال اللي انا فيه دلوقتي. فبعد ما تحدد بقى انت عايز ايه، تبدأ تجهز نفسك للشغلانة دي، خد كورسات وابدأ اتعلم. وانت بتدرس المجال ده انزل تريننج في شركة، وهي دي التركة بقى. لما تبدأ تنزل تريننج او تدريب في الشركات هتبدأ تكتسب وتجيب خبرة من هنا. في شركات كتير جدا عندها الانترنشيب بروجرام او التدريب الصيفي، ما تعملش اي حاجة في حياتك غير انك تدور على الشركات دي وتبدأ تبعت لهم السي في بتاعك، وتحاول تتدرب في شركة كبيرة، شركة من الشركات الكبيرة اللي ليها اسم وسمعة في السوق كويسة. ده هيفرق معاك جدا في البداية. ازاي نلاقي الشركات دي؟
في ويب سايتس وفيسبوك بيجز كتير قوي تقدر من خلالها تتابع وتعرف الشركات دي بيطلبوا امتى وايه الوظائف اللي طالبينها بالظبط. زمان كنا بنستنى الوسيط، بس دلوقتي الدنيا حلوه شويه، فالويب سايتس اللي من خلالها تقدر تتابع الشركات دي زي وظف، بايت، كانتالوب، وفي فيسبوك بيجز زي ايجيبت اتش ار بروفيشنالز، جوبس ايجيبت، وجوب فور يو، وفي ملايين البيجز على الفيسبوك، فانت تقدر تدور من خلال الفيسبوك. وهسيب لكم في الديسكريبشن تحت تمبلت للسي في تقدر تدخل تحملها وتعمل البيانات بتاعتك عليها علشان تقدر تبعت السي في ده للشركات التانية. وفي اساسيات مهمه جدا لازم تكون معاك، بعيد بقى عن انك هتشتغل ايه، لازم تكون عارف انجليش كلغه وورد واكسل، ودول من اهم الحاجات اللي هتحتاجهم في شغلك ايا كانت الشغلانه ايه. الحاجات دي هتفرقك جامد جدا عن زمايلك اللي متخرجين معاك. انا لما باجي اختار ناس فريش، اللي بيفرق واحد عن التاني السكيلز اللي عنده او التدريب اللي خده في الشركات، ده بقى اللي هيميزك عن غيرك تقدر تلاقي شغل بسهولة. في حد بيبقى عارف هو عايز ايه بالظبط، حتى لو هو ما عندوش اكسبيرينس خالص في المجال ده، هتلاقيه سواء نزل تريننج، حتى لو ما نزلش تريننج تلاقيه واخد كورسز معينة في المجال ده، حاجات لسه للبيجنرز، بيبان ان هو مش بيقدم على اي شغل وخلاص، هو ده الفيلد اللي هو عايزه، وبناء عليه خد اوريدي ستيبس، فده اوريدي حد بيطور من نفسه، ده بيفرق عنه وعن اي بروفايل تاني انا بشوفه. التدريب الصيفي ده مهم جدا لحاجات كتير، انك اول حاجة هتكتسب خبرة في المجال اللي انت حابب تشتغل فيه، تاني حاجة ان انت اصلا ممكن المجال اللي انت اخترته ده بعد ما بتتدرب تحس انه برضو مش عاجبك، لما تدخل وتتعامل وتشوف الشغلانة دي عبارة عن ايه من جوه ممكن الموضوع ما يعجبكش، ممكن تكون حابب السيلز مثلا واول ما تروح تشتغل في السيلز وتاخد تدريب فيه تلاقي نفسك ان انت مش عاجبك الموضوع، فتضطر ان انت تشوف مجال تاني. فده لما يحصل وانت بتدرس انت مش هتضيع وقت، في ناس بتخلص دراسة وتبدأ تعمل الخطوات دي، تروح تشتغل في مجال معين ما يعجبهاش فيضطر يغير المجال ده فبيضيع وقت كتير جدا. انا الحمد لله بعد ما اتخرجت على طول اشتغلت، وانا كنت بدرس اصلا كان بيجي لي اوفرز من شركات تانية، وده بسبب الحاجات اللي انا قلت عليها دي كلها. بعد ما اخترت مجال الاتش ار ورحت خدت فيه كورس، كنت في نفس الوقت باخد كورس انجليش في مكان معين، ف زمايلي اللي معايا في الكورس اتعرفت عليهم، في منهم واحد الله يمسيه بالخير اسمه هيثم سالم، وهو ده السبب اللي خلاني اروح اتدرب في شركه، اتعرفت عليه فكنا بندردش مع بعض وقال لي انت بتدرس ايه، وقلت له انا بدرس في كليه كذا ودلوقتي باخد كورس في الاتش ار، قال لي طب كويس جدا، ده انا شغال اتش ار في شركه بي ام دبليو بافاريان اوتو، تعالى يوم الفلاني تعالى انزل تدريب عندنا، اعمل انترفيو وكده وان شاء الله تنزل معانا. انا كنت طاير من الفرح طبعا، وشركه كبيره زي دي وان انا اروح اتدرب فيها. رحت فعلا عملت ساعتها اي كيو تيست وانجلش تيست، والحمد لله الدنيا مشيت ودخلت يعني معاهم وبدات اتدرب، قعدت معاهم سنتين وانا بدرس في الجامعه، وبدات من هنا بقى اكتسب الخبره بجد. وانا في الكورس المعلومات اللي باخدها ومع الشغل فكان الموضوع بيثبت في دماغي بسرعه، كنت بفهم اسرع. بدات بقى اعمل بروفايل على ويب سايت اسمه لينكدين، وده انصح بيه اي حد، الويب سايت ده عامل زي الفيسبوك كده بس ليه علاقه بالشركات والشغل اكتر، من خلاله بتقدر تتعرف على ناس في الشركات. ومن خلال الويب سايت ده بدأت أعمل انترفيوز، أنا جالي عرضين في السعودية وأنا كنت لسه بدرس، أنا كنت لسه ما اتخرجتش، لكن أنت عامل بروفايل على لينكدين وكاتب إن أنت بتتدرب في شركة زي بي ام دبليو أو بافاريان أوتو، شركة كبيرة بتبدأ الشركات تدور عليك لما بيبقوا محتاجين حد فريش، بيدوروا زي ما قلنا على الناس اللي هي بتتدرب في شركات. وبعتولي فعلا جوب أوفر، بس أنا ما كنتش حابب السفر ساعتها، يعني فكره السفر ان انا اسافر بره مصر دي ما كانتش في دماغي الصراحه، كنت مقتنع جدا ان انا لازم اخد فرصتي هنا الاول واجرب وبعدين الدنيا وقفت ادور بره. انا عملت الانترفيو ساعتها وجالي الاوفر وفي الاخر رفضت يعني الموضوع. فتخيل انت الفرص اللي بتجيلك وانت لسه بتدرس، والحلو كمان وانت في الشركه اللي انت بتتدرب فيها انت بتبدا تكون معارف. بعد ما خلصت دراسه اشتغلت بقى في شركه تانية اسمها يونيون جروب، الشركه دي جات لي عن طريق حد معايا قال لي في شركه اسمها كذا كذا طالبين حد في الاتش ار، فايه رايك ابعت لهم السي في بتاعك؟ قلت له تمام ابعت السي في ونشوف، وفعلا رحت والحمد لله اتقبلت وبدات بقى شغلي في يونيون جروب. وفعلا دي بعد بافاريان المكان اللي اكتسبت فيه الخبره بجد في الاتش ار. وزي ما قلت انا هسيب لكم في الديسكريبشن كل الويب سايتس والبيجز اللي قلت عليها، وهسيب لكم تمبلت للسي في، ويا رب يكون الفيديو ده عجبكم ويكون مفيد ولو شويه. شكرا يعني بجد اقسم بالله شكرا لكل الناس اللي عامله سبسكرايب عندي، انا ما كنتش متخيل ان احنا اوصل للرقم ده، مع اني كمان ما بنزلش بطريقه مستمره فيديوهات، احنا دلوقتي 4000 سبسكرايبرز، فالرقم ده بالنسبه لي كبير جدا، يعني تخيل انت في 4000 شخص
يعني عارفينك الحمد لله وشكرا والله تاني، وهيكون في فيديو ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على طول قاعد شغال عليه ان شاء الله يعجبكم. شكرا. انا بس عايز اعرفكم ان عبد العزيز عنده بيج على الفيسبوك اسمها ذا ستوري تيلر، صح؟ في البيج دي بيقول هينتس اند تيبس كده للحياه العمليه عامه وحاجات تفيدك في شغلك. هسيب اللينك بتاع البيج بتاعته في الديسكريبشن تحت، خشوا عليه واتفرجوا هتعجبكم الحاجات بتاعته.